يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تسبيح بالمسبحة إن كان يعتقد أن فيها فضل هذا لا يجوز، هذا بدعة. إن كان يعتقد أن المسبحة فيها فضل هذا بدعة ولا يجوز. أما إن كان لا يعتقد فيها فضيلة وإنما يأخذها لأجل عد التسبيح فقط كما يسبح بأصابعه أو بالحصى هذا مباح، ولكن كونه يسبح بالأصابع أفضل، كونه يعقد التسبيح بالأصابع ويعد بالأصابع هذا أفضل، ويجوز بالحصى ويجوز بالسبحة.